احنا مادا بينا نعرفوا يعني تكون عندكم فكرة على واش كاين تحت هاد الرنة هادي. سيربريز سيربريز بيان سير سيربريز بصح قول لي ها واش كاين مالك مالك واش حطيبونا زعما واش حطيبونا اليوم شتيت حاسكالوب شتيت حاسكالوب وانت واش تقولي والله غير مثلا انتوما شاركتوا بخمسة أنا كي تشوفي فيه انتي وش كي تخمي يا حالة تشوفي وإيه زعما هو راح يقول لك الفكرة ظلمة مانيش عارف أنا واش درتي والله غير هكا شامبينيون شامبينيون با 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 حنا راهو بالعقل نديرو شوية لا غير بالعقل غير حسنا دقيقة 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 لازم نسمع الرنة أنا الرنة هذه ما سمعتهاش خصنا نسمعها مليح ها هز روحك أوبا اي يا 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 بون انا نشوف يوم داشي بصح ما باش واش حدير انا على ربي فيها خير ان شاء الله لا لا بصح قول لي وشنو هي الوجبه بيض معمر بالفيون داشي واسمها واسمها بالصوص واسمها قول لي واسمها واسمها شغل عندها اسم ما عندهاش واسمها اسم حسيب امي حسيب هي عندها اسم لا عندها اسم وما يعرفوش الاسم لا اله الا الله محمد رسول الله وما على بالهم واش راح يديروا بصح ما يعرفوش الاسم تاع انا نقول لكم شي بس مع صبيحاتنا صبيحات الحمد لله يا ربي كيفاش واحد يعني كي يفكر ملاح المهم صبيحات عندك دقيقة واحدة باش تجيب لنا كامل التوابل الخاصة بهذه الوجبة انا نقول لك are you ready انطلق يلا انطلق go روح 150 57 والوقت يبدا يمشي الان 54 53 ما تنساش وائل لازم تجيب لي كامل التوابل هنا لازم هنا باش نصفوهم الله الله باش المشاهد الكريم كذلك يعني يتمتع بهذه التوابل هذه لان نتيجه التوابل البيض ثومه البيض نعم البيض ولا العظام ثومه بعض المناطق البيض هذا كركم حرور الملح طماطم مصبره أيه. الثوم ولا الفوم كذلك أيه. بصل صغيرة بزاف هاد الصغيرة أنا بشرة صغيرة ملح وحدة صغيرة وحدة صغيرة ملح شنزيد ثاني شنزيد الكركم هذا يا الكركم الكركم حسيب الكركم 17 16 15 هنا 14 13 جبت كلش بابا بابا قوي جدا هذا وائل بابا سريع جدا وائل 8 7 6 هذا وشنو هذا؟ القرفة هذه ثلاثة اثنين واحد ها؟ قرفة اللي جبتها مش قرفة حرور ما نسيت والو نسيت حاجة ايكوم يعني انت شغل جيت ومن بعد شفت الوقت وشنو؟ مايزينة ما عرفتش وراها مايزينة عيبك شو وراها وقال انا راح نحوش لك عليها يا وائل يا وائل يا وائل يا وائل معليش هذه وشنو هذه؟ قرفة لا لا هذه وشنو؟ الكحل 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 نو كمون كمون واش دير بالكمون تاع هادي تستعمل الكمون فيها اي خصني كمون واش يخصك خصني مايزينا مايزينا ما جبتهاش زيد هذا مكان انت متاكده اي هذا مكان مايزينا اي بارك بارك صحيح بارك انا حاجه ما فهمتهاش راني نشوف باللي هو اللي راهو يحدد نوعيه التوابل اللي كان ما عندكم شي كنت كلا بازيت وي لا هو باز ماشي انا شغل حبك شك تقول زعما شغل ماشي هي الام تقول انت تعرف خير منها لا ماشي انا يعرف صح هذا يحدث في الاستوديو خلاص احنا نروح نشوفوا مع ابو هي انا عارف واش راح يجي اللازم شحال عطاتكم الوقت اللازم باش ديروا لنا هذه الوجبه وديري في بالك ديري في بالك امي العزيزه انه عطاتكم 15 دقيقه باش ديروا لنا هذه الوجبه